السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نعمل لكم فيديو ثالث تتم من الفيديوهات اللي عملت على تمر رابط وتمر نوت، ودابا غادي نعملوا اوشتم ان شاء الله يا ربي. في نفس النهار صورتهم يعني ثلاثه بهم، ما تبخلوش علينا باللايك وبالتعليقات وكذلك بالبارطاج، وما تنساوش ديروا ابين. كنشكركم بزاف وخليكم معنا في هذا الفيديو. ها انتم اخوتي، الاطلاله يا سلام على عشت الحر هادي صراحه، النهار ديال الحاشيه. كذلك حتى شاطئ أوشتم كينتمي لجماعة زاوية سيدي قاسم قبيلة بني سعيد إقليم تطوان، وكيبعد عن مدينة تطوان حوالي 30 كيلومتر. أوشتم عاود حتى هو واحد البحر اللي هو واعر بزاف وعائلي. الكره هنايا كيبدا من 400 درهم الليله على حساب ديور قرابين البحر، اما اللي بعادين فوق واحد احتجاج الوادي يعني بعيد على البحر كيبدا من 200 درهم، ولكن اللي قرابين البحر كيبداو ب 400 درهم. كان هذه هي نهاية الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة أو في الصفحة على حسب كتشوف الفيديو، وما تبخلوش علينا في التعليقات المزيونة، ودمتم في رعاية الرحمة.